الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، صدق الله العلي العظيم. عملاق من عمالقة الفقه الإسلامي، السيد محمد جواد العاملي، المتوفى سنة 1226 هجرية، يعني قبل 220 سنة. هذا الفقيه الاستثنائي العملاق لا يعرف قيمته وقيمة جهوده إلا كبار الفقهاء. من جملة كتبه الكثيرة كتاب اسمه مفتاح الكرامة، موسوعة. نتمكن أن نقول من بعده وإلى يومنا هذا لا يستغني فقيه عن هذه الموسوعة. في هذه الموسوعة مزايا غير موجودة في سائر الموسوعات الفقهية. هذه الشخصية المرموقة العلمية عنده كلام عجيب، يقول عن نفسه أنه لفترة، ولعله يستفاد أن هذه القضية ما كانت فترة إنما فترات، ترك لفترة أو فترات ترك عامة المستحبات إلا القليل جدا، هاي كلمة جدا أيضا منه، إلا القليل جدا لماذا؟ لأنه كان مشغولا بواجبات لا يتمكن كل أحد أن يقوم بمثل هذه الواجبات، فالمستحبات التي تأخذ وقتا ولو وقتا قصيرا تزاحم هذه الواجبات، والمستحب ليست له قوة مزاحمة الواجبات. المستحب يلزم أن لا يضر بالواجبات بالنسبة إليه وبالنسبة لتشخيصه، أن المستحبات تزاحم الواجبات التي كانت عليه. كلام عجيب
كان يوقظ كما في حياته كتب، كان يوقظ سبطه ابن ابنته، يوقظه لصلاة الليل وهو لا يصلي صلاة الليل، هو مشغول بالتأليف، مشغول بالمطالعة، هو يوقظ حفيده أو سبطه. هذه النظرة وهذا التشخيص، أنا لا أقيم هكذا أمور دقيقة لهكذا شخصية عملاقة، الفقهاء يلزم أن يقيموا. قد يرى بعض الفقهاء أن تشخيصه هذا غير صحيح، ولكنهم يقرون بأن هذا الكلام ينبئ عن عمق علمي وعن تركيز فقهي قل نظيره، وأنا سمعت من بعضهم يصرح بأن هذا التشخيص قد لا يكون صحيحا، ولكن هو هذا التشخيص ينبئ عن أن الشخص في أي درجة من مدارج العلم والفقه كان. وبالفعل هذا الإنتاج العظيم الذي أنتجه، قلت لكم هذا الموسوعة موسوعة مميزة، ربما لا يستغني عنها فقيه من بعده خلال أكثر من 200 عام، وأيضا إنتاجات علمية أخرى أيضا له. إنتاجه العملي لا أريد أن أتوقف عند إنتاجه العملي، المهم جدا للغاية إنتاجه التربوي، ربا جيلا وبواسطتهم أجيالا من الفقهاء، أحد تلاميذه صاحب الجواهر، والذي يقرأ حياة صاحب الجواهر يعرف أن أهم أساتذته، وإن كان بعض أساتذته أشهر من السيد محمد جواد العاملي، ولكن أهم أساتذته سيد محمد جواد العاملي الذي تعلم منه. رب أمثال صاحب الجواهر كان يصرف وقته في هذه الأمور التي يراها واجبات عليه، فالمستحبات التي تأخذ وقتا تريد أن تضايق هذه الواجبات، المستحب ليست له قوة مزاحمة الواجب. يعني كان يجعل حتى المستحبات في بوتقة الامتحان، من ينظر إلى القضايا بهذه الدقة؟ يحب أن يعمل المستحبات، كل مؤمن يحب أن يعمل المستحبات، كل مؤمن يحب أن يصلي صلاة الليل، وهو يقظ في ذلك الوقت، كان قليل النوم جدا في النهار، كان مشغولا به أمور اجتماعية تربوية تربية أجيال، في الليل كان قليلا ما ينام. أكثر كتبه، لعله أكثر كتبه في آخر الكتاب كتب أنه أنا انتهيت من هذا الكتاب في منتصف الليل، في الربع الأخير من الليل، في الثلث الأخير من الليل، في النهار مشغول بواجبات اجتماعية وتربوية، في الليل مشغول بالتأليف، مطالع هذا التأليف الوزين يحتاج إلى كم هائل من المطالعة والتركيز والتدقيق. ما كان يصلي صلاة الليل مع حبه لصلاة الليل، وأن يصلي صلاة الليل لأنه هناك واجبات تشخيصه هكذا، واجبات عليه يؤديها، إنتاج ضخم عظيم مهم جدا. هو يجعل حتى المستحبات في
في بوتقة، في مكان يختبر أن هذا المستحب يتوافق مع وضعه الخاص أم لا. الذي ينظر إلى المستحبات بهذا المنظار هل يقترب من المباحات؟ هو المستحب لا يعمله لكي لا يزاحم الواجب، تتصور أنه يعمل المباحات؟ تتصور أنه يعمل مكروهات؟ بالتأكيد لا. تركيز إلى هذا الحد أين تجد؟ يريد أن يعمل المستحب؟ يحب المستحب؟ لا. الآن أنا علي واجب، مطالعتي الآن واجبة، تأليفي الآن واجب، تربيتي لهؤلاء الأجيال العظيمة من العلماء واجب. يترك المستحب، هذا يرتكب مكروه. وأنا وأمثالي، المستحب هذا شيء عظيم أنا أعمله، المباحات حدث ولا حرج، المكروهات حدث ولا حرج، ونحتاج بأنه كل مكروه جائز، حكم شرعي تعلمناه، حكم صحيح طبعا، كل مكروه جائز. ولكن هذه النظرة الفوضوية، هذه النظرة المشتتة أين، وتلك النظرة المركزة الدقيقة أين؟ حتى المستحب قد لا يكون مطلوبا مني، يحسب الحساب حتى على المستحبات. لعل العديد منكم، الكثير منكم لعله سمعتم قضية السيد المرجع الشيرازي الراحل رضوان الله تعالى عليه، حين أراد بعض أقاربه أهله أن يذهبوا إلى أطراف قوم في قرية من القرى تغيير جو لساعات، عرضوا عليه رفض، ألحوا عليه رفض أن يذهب معهم. ذهبوا، بعد ساعات رجعوا فوجدوه في هذه الفترة قد ألف كتابا كاملا كراسا في جانب من حياة المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام خلال هذه الساعات. هكذا هذا تركيز، تركيز استثنائي، هذه الساعات أنا بإمكاني أن أؤدي واجبا، لماذا أذهب إلى قرية تنزه تغيير جو حسب تعبيرنا؟ لا، أنا علي واجبات. هذه النفسية هي التي تؤهله لتلقي ذلك لطف تلك النظرة العظيمة من مولاه بقية الله أرواح العالمين له الفداء في مسجد السهلة، تلك النظرة التي أعطته هذه القوة التي لا نجد مثلها في تاريخ البشر، هذه القوة في التأليف، هذا التركيز، هذه الموسوعة الفقهية التي لا نظير لها، لا نظير لها. كيف تمكن أن ينتج هذه الموسوعة الفقهية بهذا مستوى الراقي؟ لا أقول عشرات، ربما بالتأكيد مئات، ربما بالآلاف نقاط دقيقة علمية موجودة في هذه الموسوعة الفقهية غير موجودة في كل الموسوعات الفقهية الأخرى. من أين جاء بهذه؟ من تلك النظرة في مسجد السهلة، تلك النظرة. لماذا أنا لا أحصل على مثلها؟ لأنه كان مركزاً، لأنه كان ينظر إلى الأشياء بدقة بالغة، يحسب حساب كل شيء. طبعا يحصل على تلك النظرة، ذلك اللطف. أهل البيت كالشمس يفيضون على كل من تمكن أن يأخذ منهم فيضا، كن بهذا المستوى يفيضون عليك هكذا فيضا، يصبح شخصية علمية فقهية لا نظير لها في عصره،
شخصية علمية لا نظير لها في كل العالم في عصره. من أين جاءت؟ من تلك النظرة. تلك النظرة من أين جاءت؟ الإمام كريم، الإمام جواد، يعطي يفيض، تهيأ يعطيك هكذا عطاء كبير. الذي أعطى للسيد الشيرازي الراحل رضوان الله عليه هذا التوفيق يعطيك، يعطيني. أولاً أنا لا أقول نكون مثل السيد محمد الشيرازي، نكون مثل السيد محمد جواد العاملي، لا أقصد هذا الكلام. هؤلاء جدا راقون، هؤلاء جدا جدا عظماء. طبعا لا أقول لا نتمكن، ولكن هذه مرحلة تالية. أقول بعض التركيز على أعمالنا، محاسبة النفس. سيد محمد جواد العاملي يحاسب نفسه على المستحبات، كل تصرف تحت مجهر لا يمر بسرعة. بعض التركيز، لا يعمل الإنسان عمل عشوائي مطلق بدون حدود بدون تركيز نهائي، شيء من التركيز. ثانياً، لا أقول نوجد هذه النفسية في أنفسنا، ولله الحمد بفضل من الله عز وجل، ببركات مولانا بقية الله أرواح العالمين له الفداء، هذه الحالة موجودة في المؤمنين إجمالاً، في كل واحد منا هذه الحالة موجودة. إجمالاً نراقب أعمالنا، إجمالاً نركز شيئاً ما على تصرفاتنا، ما هو واجبي، كيف أؤدي واجبي بعد تشخيصه، هذا شيء موجود ولله الحمد. إنما أقول ننمي هذه النفسية، النفسية موجودة، نعمة موجودة، ننمي هذه النفسية. هذه النفسية الموجودة كم درجة هي؟ آلاف، ربما ملايين الدرجات. الفرق بين درجة ودرجة كبير. الفرق أن العمل الذي أعمله أنا كم هو مستواه؟ نفس العمل، لا أقول عمل أكثر، لا، نفس العمل. الإنسان يذكر ذكر الصلوات على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، رجل فرجة. أنا بهذا الذكر الشريف، بهذا الدعاء الشريف، كم درجة أعطى؟ مثلا أقول ألف درجة، ألف حسنة مثلا. بهذا التركيز، بهذه الدرجة من التركيز، ألف حسنة. التركيز المعرفة، هذه معرفة، معرفة الحدود بدرجة أعلى من المعرفة. نفس الشخص بنفس الذكر الشريف يحصل على 2000 حسنة، يحصل على 5000 حسنة. يعني العمل ليس أكثر، التركيز إذا كان أكبر العمل يتضاعف. أنت احسب 10 سنوات، 20 سنة، يوم حتى لو كان قليلا، يوم واحد مع هذا التركيز، كم تعمل أنت؟ أعمالك تكون في أي مستوى؟ يتمكن الإنسان أن يرقي في هذا اليوم، في هذه 10 سنوات. كم من الأعمال الصالحة الإنسان المؤمن يعملها؟ كثيرا. هذه الأعمال الصالحة تكون، كل عمل يكون بألف أو يكون ب5000 أو يكون ب10000، الفرق كبير جدا. نفس العمل الذي تعمله، نفس الصلاة التي تصليها وأصليها، أليس هذا ضررا كبيرا أن الإنسان يبقى في مستوى معين ولا يرتقي؟ والنعمة موجودة أساسا، الحمد لله رب العالمين. تنمية هذه النعمة، تركيز أكثر. من أنا أكون مثل سيد محمد جواد العاملي؟ لا، لا تكون مثل سيد محمد جواد العاملي. الآن لا أقول كن مثله. أتمكن أن أصعد؟ نعم، ركز. أجعل، أنا عن نفسي أقول، أجعل بعض المكروهات التي أعملها أجعلها في حساب بتركيز.
هو كان يجعل المستحبات في حساب، أنا أجعل المكروهات على الأقل. بحول الله أقعد. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن بعدين الله عز وجل بحوله يحول بيني وبين أشياء. بحوله أقعد أترك. أولا ما ذكرناه في الأسبوع الماضي، أولا المساوئ الذنوب، بحول الله تعالى أقعد عن الذنوب أترك الذنوب. البعد الثاني الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي، أقعد عن طلب الدنيا أكثر مما ينبغي لي. هذان بعدان، البعد الثالث في هذا اليوم. بحول الله أقعد عما لا ينبغي لي، عما لا يطلب مني، عن أشياء لا تتناسب معي حتى لو كانت مناسبة للآخرين، عن أمور حتى لو كانت للآخرين مستحبة قد لا تكون لي مستحبة. هناك قضايا، واجبات، مستحبات، أشياء عامة، صلاة الظهر واجبة وجوبا عاما، هناك بعض الواجبات وجوب خاص، واجبة علي لظروفي الخاصة قد لا تكون واجبة على الآخرين. أنت أب، أنت نموذج طبيعي، أسوة طبيعية لأولادك، الواجب عليك غير الواجب على شخص ليس أبا، هذا واجب شخصي، هذا واجب لك لأنك أب. أنت جد، عندك أحفاد، الأحفاد طبيعيا عفويا يتأسون بك بتصرفاتك بأقوالك، أقوالك تؤثر فيهم، أنت يلزم أن تنضبط بشكل آخر غير انضباط شخص ما عنده أحفاد. هذا واجب، ولكن واجب شخصي. أنت قدوة، أنت أسوة، أنت في مركز معين سياسي، أنت في مركز معين اقتصادي، وضعك يختلف. أنا في مركز معين ديني، وضعي يختلف، قد تكون واجبات علي ليست واجبات على غيري. سيد محمد جواد العاملي يوقظ حفيده، هو يأمره بصلاة الليل، لأنه صلاة الليل بالنسبة لحفيده شيء محبوب، ولكن بالنسبة إليه هو يترك، لأن هذا الشيء بالنسبة إليه غير مناسب، عليه واجبات أخرى، هذه الواجبات ما كانت على حفيده. الواجبات الشخصية يعني التي تتناسب معك لظروفك الخاصة، هذا يحتاج إلى تركيز حتى يعرفها الإنسان. الناس يسبون، فرضا السب المباح، لا أقول السب المبغوض، ليس قصدي سب مؤمن، سب مؤمن حرام أصلا، لا، السب المباح. أنت أمام ابنك، يصح أن تسب هكذا سب؟ يحتاج إلى تركيز، لا أقول لا، قد يكون نعم قد يكون لا، حتى لو كان مباحا لغيرك، حتى لو كان مباحا لك أمام ابنك، يناسب هذا الشيء أم لا؟ بعض الأشياء خاضعة لظروف خاصة أو لأشخاص معينين. تركيز في العمل، لا قرب، كلام المولى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في نهج البلاغة، لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض. هذه القضية ليست خاصة بسيد محمد جواد العاملي رضوان الله عليه، بالنسبة لي أحيانا تكون هذه القضية، ولكن إذا رأيت القضايا بنظرة عشوائية لا أرى هكذا أمور، إذا نظرت بنظرة مركزة نعم أرى أنه لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض، حتى بالنسبة لي في ظروفي الخاصة. اليوم ذكرى
مولد سيدة البشرية، معلمة البشرية، السيدة الجليلة الصديقة الصغرى زينب الكبرى سلام الله عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجها. السيدة لا أقول كانت أسوة في أنها تشخص واجباتها وتعمل بواجباتها، هذا حديث. لا أقول كانت دقيقة في أداء واجباتها، الواجبات الصعبة التي لا تتحملها الجبال، التي لا تتحملها الجبال الرواسي على صلابتها. لا، لاحظ التركيز حتى في الأنسب من الفرص. السيدة زينب سلام الله عليها خطبت في الكوفة، وبهذه الخطبة عرت بني أمية وعرت من أسسوا لبني أمية. خطبت في الشام بهذه الخطبة طبعا، والخطب التي كانت في الشام ما تركت لبني أمية إلا اللعنة عليهم لعائن الله تترى أبد الآبدين. لماذا هذه الخطب ما خطبتها في الطريق من كربلاء إلى الكوفة؟ هذه الخطب ما خطبتها في الطريق من الكوفة إلى الشام؟ التركيز حتى في الأنسب من الفرص. لو كانت تخطب هذه الخطب في الطريق، هي سلام الله عليها، هي في الشام، هي نفسها في الطريق إلى الشام، لو كانت تخطب مثل هذه الخطب، أولا فائدتها لم تكن مثل فائدة هكذا خطب في الكوفة والشام. اختيار المكان، اختيار الزمن. ثانيا أضرارها يعني ما كانت تدفع من الثمن كان أكبر. كم تدفع أنت في الحرب من الثمن؟ تحديد هذا الشيء. ثالثا وهو الأهم، تأثير كلامها، تأثير خطبها ما كان بهذا التأثير، وكان هذا الأخطر، وكان يفوت عليها، هذا جدا مهم، وكان يفوت عليها أداء هذا التكليف في الكوفة والشام. فاجأتهم. لو كانت تعمل نفس هذا العمل، نفس هذه الخطبة في الطريق، كان ذلك يفوت عليها الفرصة الذهبية لأداء واجبها. هذا الذي تعلمته من أمها سلام الله عليها، تعلمته من أبيها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما. تحارب، متى تحارب وكيف تحارب وأين تحارب، حتى في هذه الأمور بهذه الدرجة من الدقة. عندما أقول هي سيدة البشر، هي سيدة أولاد المعصومين صلوات الله عليها وعليهم، النقاط الدقيقة التي من الممكن أن العلماء يستفيدون من طريقتها في أداء هذا الواجب. أنا بفضل من الله عندي نعمة التركيز، أنميها حتى أكون بدرجة أعلى من المحبوبية عند الله سبحانه وتعالى، حتى تكون أعمالي قد تكون أضعاف أعمالي بدون هذا التركيز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا زيارة
هذه السيدة الجليلة في الدنيا، أن يرزقنا شفاعتها في الدنيا والآخرة. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. إلهي أنت كما أحب فاجعلني كما تحب، أنت كما نحب فاجعلنا كما تحب. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.